ويلكم. ولأول مرة في مطاعم جزائرية روبوت يقدم خدمات لزبائنه، فريد من نوعه، فكرة تعود لشباب أبدعوا في مجال عملهم بطريقة خاصة ليتميزوا بها. تابعوا معنا لتتعرفوا على القصة. هي على كل حال الفكرة متواجدة ديجا، شفناها ديجا في اليابان، كذلك في عدة بلدان متقدمة أنه كان روبوت نادل، لكن في الجزائر راح تكون أول تجربة وتجربة فريدة من نوعها. قلنا لما لا نجسدوا هذه الفكرة في واقعنا، وباش تجيب روبو من اليابان راح تكون يستهلك ميزانية كبيرة جدا. قلت لما لا نطبق واش قريت ونسي نخرج الإبداع تاعي في هذا المجال، والحمد لله وفقنا ربي أن خدمته بأبسط الإمكانيات. بون برينسيپ دو فونكسيونمون تاع روبو تاعنا، عنده دي لين نوار يتبعهم، ستان ديتكتور دو لين، عنده دو كابتور، واحد من لاغوش واحد من لادروات، يخلوه يريح في لالين تاعو. حنا نتحكموا فيه عن طريق تطبيق في الهاتف الذكي، نكليكيو برك على رقم الطاوله اللي حابين يتوجه لها ولا اللي مريح فيها زبون، وحده يروح حتى للطاوله يتعرف عليها، يلحق عند زبون يقول له بالفرنسيه في ريكوبيري فوتغ كوموند بوي زابوي سور لو بو. الزبون كي يحكم الطلبيه تاعو يعاود يكليكي على البوطون هذاك الاحمر اللي راهو هنا، الروبو يعاود يولي وحده البوزيشن انيسيال تاعو، وهكذا دا، ولكن نعاودو مع كل زبون يحضر. وكما شفناه انه يقدر يروح للطاوله اللي فيها الزبون، كذلك يقدر يروح الغرفه تاع الزبون في فندق اذا نقدروا نستعملوه في مجال الفندقه، في المستشفيات كذلك، في مجال السياحه كذا، في عده مجالات نقدروا نستعملوا هذا الروبوت الذكي. طبعا بروغراماسيون بون دوك هو كيما راهو هكذا، قلت لك راهو سويفر دو لين، راهو متتبع الخطوط. في البروغراماسيون تاعو نقدروا اذا كانت توفرت الامكانيات والميزانيه نقدروا نحو سويفر دو لين هذه كامل، نقدروا نديروا فيه الانتيليجونس ارتيفيسيال، يولي فيه ان تريتمون ديماج، نمونطيو له كاميرا تولي فيه ان تريتمون ديماج وين هو يعرف الماب تاعو تاع المكان اللي راهو فيه، ويتوجه بلا ما يسحق كامل للين هذا. جيدة، وانا شخصيا جيت على جالو اليوم، جيت على جالو باش نشوف السيرفيس تاعو كيفاش يكون. والله غير صافي بليزير نشوفوا امكانيات الشباب اللي يوفروها لنا، وباش روبو يقدم لك الماكله بكل اريحيه والكليون يكون وانا بون لانستون راني الاز، واحد ما جيناني جحطني الماكله وراح، صافي بليزير. ان شاء الله يدعموا الشباب باش يكملوا في الابداع تاعهم ويوفروا لهم كل امكانيات. والله كاين زبائن يجوا من بعيد باش غير باش يتصوروا مع الروبو ويشوفوه، لانه كيما نقولوا ظاهره فريده من نوعها في الجزائر. بزاف شباب عندهم قدرات ومواهب كبيره، نتمنى انهم يديروا الكوراج. حنا كيما راك تشوف ما كاش امكانيات وما كاش ميزانيه، وقدرنا الحمد لله نجسدوا هذا البروجي في ارض الواقع. نطلب منهم يتشجعوا ويديروا الكوراج، وان شاء الله باذن الله يحصلوا على الدعم الكافي باش يقدروا يبينوا رواحتهم، باش يقدروا يجسدوا مشاريع كيما هذا ولا اكبر من هذا ولا في مجالات متعدده، وان شاء الله ربي يوفقهم ويوفقنا كامل. Goodbye.